سيدي الكرام الراحمون يرحمهم الرحمن. علينا قرحك الإيجار 300,000 ما مش معنا زوج. منو اللي بيصرف عليكم؟ الله. نحن بلغنا الحين بالله عليك والله ورثنا أولاد. معلش صدقوا لا لقمة ولا حاجة. كان يسألنا 450,000 ما قدرتش أسددها أبدا، كسر لي ظهري، يعني متحملة فوق طاقتي، ما قدرتش يعني أسلمها أبدا. بابا كيف سويته؟ قسم بالله ولا شيء. والله ما جهزنا حاجة، الله بنشتري طعم بالكيلو. ولا قد معنا شيء، ما نحن طول غدا من هنا يومي. لا ما قبوا حاجة، ما بدر دقيق. معك هنا سلة متكاملة فيها مواد غذائية، هذه 100,000 ريال تخليها معك، إن شاء الله تساعدك في مصاريف الجهل هذا. طالع معك 200,000 ريال والسلة الغذائية. الله يعطيكم الصحة والعافية ويجزي كل خير. مثل ما فرحت قلبي الله يفرح قلبك دنيا وآخرة. ومن ساهم في الخير أنا أسأل رب العالمين. جزيك الله خير، حرام ما معنا حتى له ملح داخل، والله ما معنا شيء. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كم لك مسجون؟ كذلك سنة 24 تقريبا. إيش قصتك؟ صاحب الميت يطالب بديه. كيف ما تصرف؟ اليوم يحفظه الله. تركبت على ديون كبيرة وما عاد قدرت أسدد إيجارات. ما عندي قبض أنا. الآن قدم البرنامج 900,000 ريال. احتلت مشكلتك؟ الحمد لله. وهذه المليون ستسلم الآن ويبدأ يدفع لهم المليون بتحل مشكلة إن شاء الله. تتعاطفوا معه بشكل. هذه واحدة من القضايا اللي حلت، تم دفع المبلغ كامل. ألف شكر. إيش قصتك أنت؟ قال معي مترت لبالله بقى على جهالي أولادي واللي جاء وسرقون بالبا. في واحد من البترات الجديدة أصبح ملكي لك. والله يديك العافية يطول بعمرك، وما نعم على الخير الله يطول بعمرك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بالشفاء العقل مشاهدي الكرام بندخل لمستشفيات. قدم الموسم الأول تفرجه بس اعتمد من السنة هذه. هنا في مركز غسيل الفشل الكلوي 400,000 ريال احنا بنستلمها هنا. الله يدي لك العافية. وانت الله يزيك خير. مركز الأورام هنا. لو مع واحد كنزتني ما تفعل. مشاهدين الكرام، أنتم على موعد يوميا طوال شهر رمضان الكريم مع البرنامج الإنساني الاجتماعي تراحموا على قناة السعيدة الفضائية.